سيدنا، السلام عليكم ورحمة الله. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اللهم لك الحمد على كل حال. هذه الحلقة اللي سميتها باسم ملعب الحارتي بين البارح واليوم، غادي نتناولوا فيها ملعب الحارتي الشهير اللي عاش ايام كرة القدم في المعقول، ومروا منه اساطير ديال كرة القدم، وعرف مباريات ساخنة محلية ووطنية وحتى دولية ودوريات عدة. كي توجد ملعب الحارتي خارج السور المرابطي، منطقة هادئة زوار جنان الحارتي الحي الشتوي، تم إنشاء هذا الملعب في ثلاثينيات القرن الماضي، وتابع إداريا البلدية ديال مراكش، كتبلغ السعة ديالو 25,000 متفرج، كيبلغ الطول ديالو 100 متر والعرض 65 متر. شهد هذا الملعب عدة أحداث رياضية وفنية وغيرها. لعب على أرض كبار النجوم، حل هداف كأس العالم لسنة 1958 بالسويد جيست فونتان، ونجم الاتحاد السوفيتي أوليغ بلوخين وكريمو ومولين حسن والخالدي وفارس وعسيلة والطولمي وغيرهم كتاه من نجوم اللعبة الشعبية. شهد كذلك العديد من مقابلات المنتخب الوطني، جرت به سنة 1958 مباراة التضامن مع الشعب الجزائري اللي كان كيعيش تحت وطأة الاستعمار الفرنسي بين جبهات التحرير الوطني والكوكب المراكشي. احتضن هذا الملعب البطولة العربية للأندية البطلة سنة 1983. شهد كذلك المباراة المؤهلة لألعاب الأولمبية بين المغرب ومالي سنة 1988، وفيه توج الكوكب المراكشي بكأس الاتحاد الإفريقي سنة 1996. واحتضن هذا الملعب حفل كبير بمناسبة فوز الكوكب بالبطولة سنة 1992. انضم على أرض حفل افتتاح بطولة العالم للعدو الريفي سنة 2000. تلعبت فيه مباراة النهاية لنيل كأس العرش بين الرجاء البيضاوي والأولمبيك البيضاوي الموسم 1991-1992 برئاسة المرحوم الملك الحسن الثاني. لعبت فيه بطولة العالم لكرة القدم للمحامون، جرت فيه العديد من الديربيات المحلية المهمة بين الكوكب والمولودية، إلى غير ذلك من اللقاءات الدولية والوطنية والكثير من النجوم اللي برزت مواهب على أرضه. هذا الملعب كنا احنا أطفال صغار وكنا كنمشيو باش ندخلوا ليه، وملي ما كنستطعوش كنبداو نطالبوا بربع ساعة ديال البطالة، وكنتسللوا من صورة الملعب، وبعد النزول كنلقاو العساسة واقفين بالمرصاد. وعشنا ذكريات في الطفولة وقت فريق الكوكب المراكشي الحقيقي، ومولودية رجال التعليم والكمال والشباب إلى غير ذلك. أما اليوم، على اليوم تصلح وتصاوب بغلاف مالي، والملعب غارق في سكاتو، لا موازن لا دقة لا ضجيج الجمهور لا هتافات لا والو. ملعب الحارتي اليوم كيتفرج خيبات وانتحار وتقهقر الكرة المراكشية اللي وصلت للحضيض بعد ما سهال وتوفر كل شيء. وصبح الحارتي يتسأل أسوقه لمراكش. أعزائي، حتى نتلقوا في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. تحياتي الصادقة.